يواصل الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدمه لليوم الرابع على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية في محافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري أن قوة الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير مساحات واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق. وأوضح المصدر أن الجيش تمكن من التقدم غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي، وتم تحرير عدة مواقع أهمها خليل الزور والتباب الجنوبية، كما تم تطهير ما تبقى من الجيوب الحوثية القريبة من معسكر الخنجر وتحرير عدة مناطق منها خليف الزفور ومنطقة الأشراع والرقيب الأسود وغيرها. وفي جبهة العلم شرق الحزم تمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على تباب نمران ودباش. وأكدت قيادة الجيش استمرار العملية العسكرية وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش وانهيار كبير في صفوف الميليشيا. تم تمشيط كل المواقع، والآن نحن قرب صبرين في قيسين مواقع الهضبة العليا داخلين خشم الكحيل. أخواننا من الشمال في برقة الأشراع وفي الخنجر وفي المعو وفي جهات أتاك الأخرى، الأخوة في مياه واحد في طرف الهضبة العليا وقيسين وما إليها مطرح القبائل الآن في برق الرخصة وما إليه والبرقة والكحيل. نحن الآن نشرف يعني على الهضبة العليا. تم اليوم تحرير مناطق أو مواقع كبيرة للعدو. تم تحرير وهطان ومطاول الأسفل ومطاول الأعلى وقناول الأسفل وقناول الأعلى وجعاس والرجلة والسحلة وبليك وقيسين. الآن في قيسين، وهذه الحواجز التي أمامكم تراها أرادوا منها أن تمنع هؤلاء الأبطال، لكن هؤلاء الأبطال استطاعوا أن يقتحموها ويقتحموا العدو ويأخذوا أسلحته ومعداته. هذا الدرك الحق للعدو، والآن اشتباكات مواصلين إن شاء الله بين المرازيق، وإن شاء الله نحدد كل المحافظات اليمنى.